نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغو الأشواق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام، برحب بيكم في المحاضرة رقم 4 من الجافا سيرفر فيسز. بتمنى ان اشوف الاعداد النهاردة زادت عن المرة اللي فاتت. عملتوا ايه في الاسبوع اللي فات ده كله؟ بقى حد عمل التاسكات؟ هو في 2 بس اللي عملوا لي الحقيقة. طيب انا عاوز اعرف الناس اللي حضرت المرة اللي فاتت، حد فيكم عمل التاسكات ولا لا؟ طبعا انتم شايفين ان انا بحاول اسجل يعني. تمام. معلش. طيب انا يا شباب بقول للناس اللي حاولت تعمل التاسكات ايه اخبارها، والناس اللي ما عملتش واللي عملت التاسكات عملوا، كان في مشاكل ولا لا، الحاجات دي كلها يعني. يا شباب عملته استاذ احمد حسن، عملته. امال فين استاذ احمد حسن؟ استاذ احمد حسن اللي انت يعني اللي كنت معانا في الكورس اللي فات، يعني ادينا رابط نهائي، بس ادينا رابط نهائي عشان نقدر نشتغل منه. بس تمام، انا هدوس عليه وربنا ييسر ويفتح يعني. تمام، اوكي، خلاص، ماشي الحال، ماشي. شكرا يا استاذ محمد عبد الرحيم. استاذ احمد حسن انت حد جديد معانا وعملت التاسك صح؟ مظبوط كده. خلاص يا استاذ محمد، احنا هنبص على الدنيا فيها ايه ونرد عليك، كلنا هنشوف يعني. طيب ده شغل استاذ محمد عبد الرحيم. محمد عبد الرحيم، تمام كده. هو تقريبا بيعمل دعاية لنفسه يعني. يعني هو عامل شغل يعمل دعاية يعني، ده اللي انا شايفاه يعني. بس انا عايز اشوف صفحات جافا سيرفر فيسز، قول لنا فين الصفحات الجافا سيرفر فيسز. تمام، لوجن يعني، نجرب على اللوجن. طيب استاذ محمد عبد الرحيم معلش جاوبني، هو في صفحات جوه البروجكت ده جافا سيرفر فيسز الدارين؟ تمام ماشي، حلو الكلام. تأكد. ماشي. 2 3 4 5، يا رب ما تكون عامل لها. تمام، تمام جدا يعني. خلاص طب اتاكد منين ان انت شغال على داتابيز؟ هو كل ده الصوت رايح ولا انت مش بترد عليا؟ بقول لك اتاكد منين انت شغال على داتابيز. ويلكم. معلش هو الجهاز يمكن بعافيه النهارده شويه، احنا كده اكتر، بس انا طبعا مش فاكره الاسامي اللي انا دخلتها، فالمفروض ان انا افتكرها عشان ادخل واعمل لوجن صح؟ فلو انت عندك لوجن معين اديني اليوزر نيم والباسورد. تمام
بس ده رابط، انا لسه هكمل معلش، بس الشغل ده خد وقت. تمام، هايبرنيت. تمام، طلع عيني الحق. تمام. طيب يعني هو دلوقتي بيرن على داتابيز ولا لا؟ يعني المفروض ان انا ادخل يوزر نيم وباسورد فيقول لي انت تمام. تمام. والله بس اللوج لسه. طب تمام، اوكي. يعني انت كده انت بتنسرت الداتا في الداتابيز وبتنسرت فعلا صح؟ يعني انت بينسرت معاك لكن لسه لا لا خلاص خلاص انا تكت يعني، بس انت عشان تعمل لوجن عشان يروح يشيك على الداتابيز ويرجع تاني، ده اللي لسه مظبوط. بس عشان بس ما نستهلكش وقت المحاضره، انا وصلت للفكره، ويا ريت تبعت لي بس قبلها على ايميل عشان ابقى يعني مجهزه الدنيا ازاي. ماشي ماشي يا استاذ محمد. طبعا ما نقدرش نقول اي كلام على شغل استاذ محمد، شغل كويس وعامل ديزاين كويس. انتوا ايه رايكم يا شباب؟ ايه رايكم؟ حلو الشغل؟ لا بسرعة، الناس رحتوا فين؟ أستاذ أحمد حسن قلت لي عملت شغل، فين الشغل؟ مش عارفة هو فين. مش عارفة ليه كده الدنيا مهنجة عندي يعني فجأة. يعني هو البرنامج التسجيل ده بيهنج الدنيا كده يا جماعة؟ يعني يا ريت حد من الدعم يقول لي، لو كان كده أنا هوقفه الحقيقة، مش عارفة أشتغل. لا أنا كده مش عارفة أشتغل، فأنا هوقف البرنامج ده عشان هو موقف الدنيا الحقيقة. حلو جميل تمام. ممتاز تمام. أستاذ روضة، أستاذ رضوان، سوري معلش. لا بس عامل موقف الدنيا، انا مش عارفه اشتغل خالص. ماشي تمام. طيب الميل اهو يا شباب اللي عاوز يبعت عليه الشغل. تمام اوكي. انا كنت مبسوطه برضو ان انا بسجل، بس ما فيش نصيب بقى. اوكي بس هي الفكرة في حاجة، ان هو موقف الدنيا خالص. يعني هو ماشي حاجة ظريفة وكل حاجة، بس انا مش عارفة اشتغل الحقيقة. طيب جميل، برجع بس استاذ محمد، يعني انا عاوزة اشيك على الموقع تاني. كانت الدنيا صعبة خالص وانا بفتحه قبل كده، في ريجستريشن وفي بلوج وفي لوجن. تمام كريت. تمام، حلو. بس حد من الدعم يسجل الدرس. تمام طيب. معلش استاذ احمد حسن قلت لي عملت الشغل ولا لا؟ بنشكر استاذ محمد عبد الرحيم على شغله، شغل جامد جدا، بشكره فعلا يعني. وبرده معانا استاذ محمود، مش عارفه هو حاضر ولا لا، عمل لنا شغل برده. استاذ محمود عمل لنا التاسك اللي احنا طلبناها، بس مش بترن على داتابيز ولا حاجه. هو هيدخل من صفحه لصفحه وهيجمع الداتا في الاخر، وبعدين يعرضها لنا في صفحه واحده. بنشكره، بس انا ليا عتاب على استاذ محمود. المفروض يكون شغلك اكثر، يعني عاوزاه اكتر من كده، يعني متوقعه منك اكتر من كده الحقيقه، حتى في الداتا، حتى في يعني مثلا الفورم تكون بياناتها اكتر، يكون الالوانات حتى، يعني بتعمل حاجات من غير نفس شويه. تمام استاذ محمود حاضر معانا، مش عارفه حاضر معانا ولا لا. فكان نفسي يبقى شغلك اكتر من كده.
تمام. enable all disable all وكده يعني. طيب عندنا بقى استاذ رائد. رائد اول حد بعت لي شغل وبعت التاسكين بصراحة، وهو بعت كويس جدا. ولو انا دخلت الداتا هيعرضها لي في نفس الصفحة، لو ما دخلتش هيقول لي معلش دخلي داتا من اول وجديد. طبعا استاذ رائد شغله حلو، بشكره عشان مهتم بالالوان ومهتم بالديزاين والدنيا واللي فيها يعني. كمان بعت لي فورم تانية، وفورم التانية ميزتها ان هي بتجمع اكتر من تاج، وده شيء مهم جدا. بتخش من صفحة لصفحة وبعدين بتجمع الداتا دي في الآخر، فطبيعي يعني. مشكورة مشكورة على الشغل ده الحقيقة يعني، يعني هو أكتر حد عمل اللي أنا عايزاه تمام، وفي الآخر بيعرض الداتا اللي أنا عايزاها. يعني هو عمل تاسكين، عمل تاسك بيعرض فيها الداتا وعمل تاسك تانية بياخد من التاجات تمام. ايه رأيكم في شغل الشباب؟ عليكم السلام. ما عشان كده انا كنت متوقعة شغل احلى من كده الحقيقة. انت نظام عاوز بس ايه؟ تمام. طيب استاذ احمد حسن ما ردتش عليا، انت من الشغل يعني الشغل هتبعته ولا ايه؟ تمام اوكي ماشي الحال. بشكر كل الناس اللي بتبعت شغل، بتمنى ان باقي الناس بس تكون تبعت لنا شغل زي الشباب التانيين. ما وقفت التسجيل. ده من زمان، ربنا يكرمك يا رب. استاذ محمد بيقول لي هل هي قاعدة بيانات دلوقتي؟ طب تمام اوكي، بس انا مش هلحق اراجعه دلوقتي. استاذ محمد المغرب اعتقد بتقول ايه، هل في قاعدة بيانات ام ايه؟ ايه السؤال؟ استاذ عمر المصري، عمر المصري اول مره تشارك معانا، مرحب بيك اهلا يعني، بنرحب بيك. حضرت الفيديوهات اللي قبل كده ولا ايه؟ بشكر طبعا استاذ رائد على شغله، حقيقي شغل كويس جدا، وبتمنى كده تكمل يعني. مين بالظبط اللي معمول على قاعده البيانات يا استاذ محمد؟ مين رائد؟ الأستاذ رائد اللي عامل على قاعدة بيانات؟ احنا زعلانين منك عشان انت مش بتبعت شغل، ده مبدئيا يعني. لا، آخر تطبيق رائد مش عامله على قاعدة بيانات، رائد أستاذ رائد عامله كده يعني، بس هو شغله كويس. يعني هو عامل فورم كاملة جدا وعامل الديزاين بتاعها ظريف وألواناتها حلوة، بصراحة شغله كويس وعامل كل التاجات. تمام؟ بس هو ده الحوار يعني. الوحيد اللي عمل على داتا بيز استاذ محمد عبد الرحيم، وده شيء كويس. الاسم الاخير مش عارفه اقراه، لو تكتبه بالعربي او تكتبيه بالعربي اهلا بيك. وكل الناس اللي بتشارك لاول مره برحب بيكم، احنا في المحاضره الرابعه. على باريهام، انا باريهام صح كده؟ ما انا كنت قريته كده بس خفت انطق غلط. بس النهارده المحاضرة الرابعة هنتكلم فيها عن التاجز. تمام. أنا مبسوطة جدا إن الناس بعت شغله والناس مهتمة، ده معناه إن الدورة ليها أثر. أوكي ماشي يا أستاذ أحمد حسن، أوكي هراجعه بس دلوقتي مش هينفع طبعا. بشكرك وهراجعه بس على الإيميل وهبعت لك الرد بتاعي. تمام. مبسوطة إن الناس بتعمل الشغل، مش عشان أنا يعني تمام يا استاذ محمد اوكي. انا مبسوطه ان الناس بتعمل التاسكات، بتاكد ان الدوره دي بتجيب نتيجه يعني. اما كل محاضره الناس تبعت شغل، معنى كده ان الدوره ليها فايده. تمام، ده الغرض الاساسي. تاني حاجه بنصحح لو في اخطاء، بنصحح لو في اخطاء. النهارده باذن الله كل محاضره كده يا استاذ شهاب، استاذ شهاب اعتقد كل محاضرة بناخد فيها شغل بنراجعه تاني مرة الناس تعمل شغل بقى، يعني احنا ناخد جوه المحاضرة الناس تاني مرة تنفذه وترجع لنا بالشغل التاني.
والحقيقة كان في أستاذ محمد ضياء كان بيبعت برضو، سافر تقريبا، سابنا ومشي. كان نفسنا يبعت. تمام يا شباب. طيب الناس اللي عملت شغل بسرعة كده، هل واجهتهم مشاكل؟ قاعد كام محاضرة؟ لا مش هقدر أقول لك، بس مش أقل من 8 محاضرات، مش أقل من 8 محاضرات. تمام. طيب الناس اللي، ايه المشاكل بقى، ايه المشاكل اللي واجهتكم بسرعة؟ بس عاوز الشباب بسرعة كده تكتبوا الناس اللي عملوا شغل، ايه المشاكل اللي واجهتهم؟ ما شباب، ممكن ممكن، عشان انا سهله. لو عندك فكره بالجافا، استاذ عمر عندك فكره بالجافا، التطبيق الفعلي للاجكس؟ تمام. بصراحه لا، ما عندكش فكره بالجافا استاذ عمر، ما عندكش فكره بالجافا. تخرج بره المحاضره، خليها في الاخر او ابعتها على الايميل. خلاص اوكي ماشي يا استاذ محمد عبد الرحيم، ابعتها على الايميل او يعني ايا كان يعني. طيب استاذ عمر مش عارفه والله، الناس اللي ما عندهمش خلفيه بالجافا هتقدر تكمل؟ حضرتك شايف انك تقدر تكمل؟ هو ده الجافا، انا اعرف انه بيشغل معظم الالعاب، هو ده الجافا. شكرا. شكرا. حاجه كويسه جدا. بصوا يعني انا مش هقول اي تعليق غير حاجه واحده بس، لو انتوا تقدروا، انتوا هتعرفوا يعني اثناء المحاضره، انتوا هتقدروا تعرفوا اذا كنتوا تقدروا تكملوا ولا لا، بس ده تعليقي الوحيد يعني. اوكي. طيب في حد عمل تاسكات وعنده مشاكل غير استاذ محمد عبد الرحيم؟ تسجيل مش مظبوط، يعني التسجيل مش قصتي انا، يعني انا حاولت اسجل كمان وواضح اني مش عارف اسجل يعني عشان بيهنج الجهاز. لا هو حضرتك لازم تكون عندك جافا بيزكس الاول، استاذ عمر لازم يكون عند حضرتك جافا بيزكس الاول. يعني ايه جافا اساسا؟ يعني بتعمل ايه في الدنيا، والسنتكس بتاعها، وبتتكتب ازاي، والدنيا ماشيه ازاي، وبعد كده تطلع بقى لجافا سيرفر فيسز. لكن ما اعرفش بقى قصه ان انت تبدا من فوق دي لتحت ماشيه ازاي يعني. اوكي في محاضرات موجوده على الاكاديميه جافا، وفي كورس حاليا جافا ادفانسد للدكتور محمد ذهب، فتقدر تستعيني الاول بكورسات الجافا وبعدين ترجع على الجافا سيرفر فيسز. تمام. طيب النهارده انا خدنا وقت طويل قوي في قصه التاسكات والدنيا واللي فيها، بنقول النهارده هي الحلقه الاخيره في التاجات. يعني ايه؟ يعني النهارده هناخد اخر مرحله في التاجات. ماشي يا شباب. ده معناه ان احنا خلصنا تقريبا كل التاجات المتعلقه بالجافا سيرفر فيسز بعد نهايه النهارده، بعد كده بقى هننطلق لباقي الحاجات. تمام. طيب التاجات اللي عندنا، التاجات اللي المفروض هناخدها ونتعرف عليها النهارده، هنبدا منين؟ هنبدا اول حاجه ناخد الديمو. طبعا الشير تمام، معلش اخر مره هشيك على الشير والصوت. الصوت تمام، الشير، لو الشير تمام واحد اوكي، هو الدعم بس اللي بيقولوا انه تمام، والشباب تمام. ماشي يا شباب، عندنا الديمو، هنكمل باقي التاجات اللي خدناها المرة اللي فاتت، والنهاردة هنتعرف على تاج جديد أو تاجات جديدة. طيب شوفوا، قبل ما أبدأ عشان الحتة دي مهمة، لو أستاذ محمد بتاع المغرب موجود، عشان هو أكتر حد كان متضرر من هذه القضية يعني، برضو مش موجود. طيب عاوزين نخلي الصفحات بتاعتنا يكون الامتداد بتاعها جافا سيرفر فيسز، يكون الامتداد كده جافا سيرفر فيسز. فقلنا هنعمل ايه؟ هنعملها في صفحه HTML اللي هي الاندكس، بجمع كل الروابط اللي عندي وبقول له دوت جافا سيرفر فيسز. تمام. طيب وبعمل ايه كمان؟ بعمل في الويب اكس ام ال، في الويب اكس ام ال بقول ان المابنج عندي ل دوت جافا سيرفر فيسز. حلو الكلام. يبقى بجمع الحاجتين، باجي في صفحه اتش تي ام ال العاديه وبكتب اتش ريف. تمام. بعدين في الويب اكس ام ال بكون حاطه الامتداد عندي جافا سيرفر فيسز،
وبالتالي كل الصفحات عندي هتنتهي بالامتداد ده جافا سيرفر فيسز، مش امتداد اكس اتش تي ام ال. حلو الكلام؟ طيب دي اول حاجه، خلاص خلصنا منها. طيب انا النهارده عايزه اعمل ايه بقى؟ عايزه اكمل باقي التاجات، عايزه اعمل تشيك بوكس وعاوزه اعمل اكتر من تشيك بوكس، ماشي؟ عاوزه كمان اعمل اكتر من تشيك بوكس بس من خلال الاري، وعاوزه اختار ريديو بطل. دي الحاجات اللي عايزه اعملها النهارده من خلال الصفحه دي، واعمل سبميت ويجيب لي النتيجه كده. يعني اللي فوق ده هيجيب لي ترو اور فولس، ماشي؟ اللي تحت هياخد لي الخانات كذا خانه، واللي بعده هياخد من اري، دي هياخد من صفحه في الجافا سيرفر فيسز، دي هياخد اري، وده هياخد ريديو بطل. ماشي يا شباب؟ واقول له سبميت، يروح مطلع لي النتيجه هنا. حلو الكلام؟ طيب الكلام ده بيتعمل ازاي؟ اولا بعمل صفحه اسمها ديمو، ماشي؟ بختار فيها سيلكت بوليان تشيك بوكس. بوليان تشيك بوكس ليه بوليان؟ عاوزاه ترو اور فولس. طيب هيجيب الفاليو بتاعته منين؟ هيجيبها من اليوزر ريمبر مي، هيجيبها من اليوزر ريمبر مي. وقلنا قبل كده ناخد بالنا من اسم المانجد بيل واسم الميثود اللي هيروح يجيب منها، ماشي؟ طيب هاجي بعد كده هختار سيلكت منيو تشيك بوكس، سيلكت ميني تشيك بوكس غير بوليان تشيك بوكس. بوليان هترجع ترو اور فولس، اور ميني هترجع لي ايه؟ اكتر من واحد. وباجي ارسم بقى زي ما انا رسمه بره كده، ايتم وفاليو، سوري فاليو وليبل، فاليو وليبل لحد ما اقفل التاج. وطبعا هنا الفاليو اللي هي بست بيها، الفاليو بست بيها، ماشي الكلام؟ طيب هنا بقى هعمل نفس الرسمه اللي فوق دي بس من خلال الاري. الاري دي انا عاملاها فين؟ في المانج دي بي. هنا فوق هي ست، ورسمه السيلكت ايتم دي جوه المانج دي بي. عندي ريديو بطن، ريديو بطن، وهاخد ايه ده الفاليو وده الليبل، ده الفاليو ده الليبل بس. وعملت كوماند بتن وريست، واحد سبميت وواحد ريست. طيب عاوز ابص على البينه، عاوز ابص على البينه، تمام؟ البينه عملت فيها ايه بقى؟ عملت فيها ريمبر مي وده بوليون هيرجع ترو اور فولس، عملت اري وعملت تانية اري لان هما نفس القصة الاتنين دول اللي هختار منهم اكتر من واحد، وعملت استرنجاية للكالر. جيت هنا في الريمبر مي خليتها از او جيت يعني، بس دي او دي سواء دي او دي الاتنين شغالين. وست ليها عملت جيت وعملت ست للاري، وست وجيت للاري التانية، وطبعا زي ما احنا عارفين حولناها لان سترنج على اساس ان هي ايه، ان الاري لو انا حاولت اطبع منها على طول هيطبع لي الادرس مش هيطبع لي الداتا اللي جواها. ودي رسمه الرسمه بتاعت مين بقى؟ الرسمه بتاعت دي اهي، عشان ارسم نفس الرسمه دي اكتب نفس الطريقه دي فعملتها جوه اري. فين الاري؟ اللي هي في اليوزر، يوزر اتنين، او سوري في اليوزر ده، ماشي الحل؟ وجبتها بجيت نمبر طبعا انسترنج، حولتها لانسترنج وعملت جيتر وسيتر للكلر، ماشي؟ في الاخر هيطلعني على صفحه اسمها الريزلت، والريزلت فيها طبعت جبت النتائج. طيب ايه الاخبار؟ الصوت بيقطع، ايه الاخبار؟ وصلنا ل 15 بسرعه، مشيتوا كده؟ ايه يا شباب ايه الاخبار؟ استاذ محمد عبد الرحيم، استاذ محمود، استاذ احمد بوريك، استاذ رائد،
حد عنده اعتراض؟ يعني حد فيه متضايق من حاجة؟ الصورة تقريبا سابقة الصوت. بوريكا، معلش، سوري سوري سوري، أنا دايما أنطقه غلط، معلش معلش. طيب أوكي، حد عنده مشكلة في أول واحدة دي؟ حد عنده مشكلة في أول ده؟ لا أبدا، كل الدنيا تمام. حد عنده اعتراض فيها؟ تمام، يبقى الديمو الأولانية بتعمل لي الآتي، وبختار لون وبسبمت، بتطلع لي النتيجة كالآتي. دي أول واحدة، ماشي. صوت ممكن الصورة؟ لا الصورة عشان النت يا شباب. طيب ننقل على التانية، ننقل على التانية يا شباب، ننقل على الديمو التانية. ننقل على التانية. واحد ولا اتنين؟ ننقل على التانية. اوكي ننقل، ماشي. التانية فيها ايه بقى؟ التانية فيها التاجات التانية، فيها ايه؟ دروب داون، سبميت. ماشي، دروب داون مينيو. طب نبص عليها، نشيل الديمو دي، ناخد الديمو التانية. طبعا واخدين بالكم طبعا ان احنا بنسمي، لا في اليوزر دي بنسمي، لو سميت البينا باسم مخالف للاسم اللي هي عليه اسم البينا، ما عنديش مشكلة، بس استخدمه صح هناك. لو انا سميت اسم، اديتها نيم هنا، استخدم الاسم ده وخلاص، الاسم ده مات على كده، تمام. طيب نلغي دي، نلغي دي، نخلينا في الديمو الثانيه. الديمو الثانيه عملت ايه بقى؟ سيلكت وان منيو، تمام، وهست هنا الفاليو بتاعتها، هتجيب من المانج دي بين اللي اسمها يوزر 2، وبدات ارسم من خلال سيلكت ايتم والفاليو والليبل. رسمت الرسمه دي، الفاليو هي اللي هتروح، اما الليبل هو اللي هيظهر عندي. عملت واحده تانيه بالماب، من خلال الماب، جوه فين؟ جوه البين بس. وعملت اتنين كوماند، واحد للسبميت واحد للريسيت. طيب نروح لليوزر، ستر وجيتر، سترنجات طبعا، ستر وجيتر، مش اري عشان هي سترنجايه واحده، ستر وجيتر. ده في العادي، وجيت هنا عملت لينكد هاش ماب، لينكد هاش ماب، ومن خلالها حطيت برضو ليبل وفاليو، وبرجعها بعمل لها ميثود جيت فاليو على اساس ترجع لي وارسم بيها الرسمه هنا. ماشي الحل؟ طيب جيت بعرض في ريزلت 2، ريزلت 2 بتجيب لي النتيجه، وبالتالي بحصل على النتيجه دي. بختار واحده، دي مرسومه جوه الجافا سيرفر فيسز، دي مرسومه بالماب، وبقول له سبميت، بيجيب لي النتيجه كالاتي، تمام. طيب في مشاكل؟ في مشاكل يا شباب؟ اتنين في مشاكل، اتنين، محمد عبد الرحيم، استاذ محمد عبد الرحيم، يبقى في مشاكل صح؟ ايه بقى المشاكل؟ استاذ شهاب؟ لا استاذ شهاب اول مره، اول مره معانا. ولا طب كويس والله. ايه 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 استاذ احمد بوريكا، مش اريال، مش فاهمه حتى الماب، معلش. ماشي كويس، ما فيش مشكله. ده ريهام، ما فيش مشكله. طب تمام، اول مره اشوف بنت معانا في الكورس، يا رب تكملي بس للاخر، نفسي واحده واحده تكمل معانا للاخر وتعمل معايا بروجكت بجد والله. مش بهزر. كل اللي بيعملوا معانا شباب. طيب استاذ محمد عبد الرحيم، حاضر الماب. اتش بعض الايه استاذ احمد بوريك اللي بنستخدمها اتش ام ال عاديه، اتش تي ام ال عاديه، بعض الايه بقى؟ التاجات، تقصد التاجات؟ انهي تاجات بقى؟
تحديدا يعني. يعني قصدك التاجات اللي هنا دي اتش تي ام ال عادية، عاملاها اتش تي ام ال عادية. التاجات اللي انا عرضتها دلوقتي دي، التاجات دي قول لي ولا لا. اتش تي ام ال مش باين عندك كلام تاجات. طيب معلش، يمكن انا برضو ما وضحتش، عشان احنا خدنا يعني 3 محاضرات في القصة دي. بنقول ان احنا عندنا نيم سبيس بتتعرف في الاول، والتاجات اللي احنا بنستخدمها دي من خلال الجافا سيرفر فيسز. يعني الجافا سيرفر فيسز عندها اتش تي ام ال، مكتبه للاتش تي ام ال، واحنا بنستخدمها من خلال حرف الاتش، وعندها مكتبه الكور فيها الحاجات اللي هي سيلكت ايتم بنستخدمها من خلال الاف. فالنيم سبيسنج دي متعرفه فوق. نفترض ان انا شلت المكتبه دي كده، تمام، هيروح عامل لي ايرور، هيقول لي ايه بقى؟ عندك مشكله، مش لاقي المكتبه دي، مش لاقي المكتبه دي. لو دوست عليها كليكين هقول له ضيفها، يروح ضيفها. استاذ احمد بوريكا، استاذ احمد بوريكا الدنيا عامله ازاي؟ انا قلت دلوقتي وصلت، يعني انا قلت اللي حضرتك قلته دلوقتي، اللي هي اتش بادي مثلا، هي البادي بتاعت زمان بتاعت الاتش تي ام ال، بس الجافا فيسز مجمعاهم في مكتبه، ماشي. عشان حضرتك تستخدم المكتبه دي لازم حضرتك تستخدم حرف الاتش اهي. ليه حرف الاتش؟ طب ممكن استخدم الاس مثلا او اس اتش، بس لازم تحت بقى تقول له اس اتش وهكذا، تمام. طبعا احنا مش هنعمل كده دلوقتي عشان ما نبوظش الدنيا. طيب وصلت المعلومه يا استاذ احمد بوريكا؟ وصلت، تمام. طيب حد تاني عنده مشكله غير استاذ محمد عبد الرحيم عشان نرجع لقصه الماب تاني؟ طب حد يقول ليه انا استخدمت اللينكد هاش ماب؟ حد من اللي ما عندوش مشاكل يقول لنا، رائد او محمود او اي حد، ليه احنا استخدمنا تاني مره الماب؟ لينكد هاش ماب. لا والله ما حدش بيكتب. ليه كده؟ عشان نقدر نجمع المعلومات من التشيك بوكس، عشان بناخد اكتر من فاليو، تمام تمام ايه كمان؟ شايف حد تاني بيكتب يعني. طب يعني كان ينفع استخدم اري؟ كان ينفع استخدم اري ولا لا؟ لا والله، عشان نستخدمها في الاي ال. يعني ايه نستخدمها في الاي ال؟ لا. ليه يا استاذ رائد بقى ما ينفعش؟ ليه؟ اندكس ماشي. طب ايه المشكله؟ ما انا استخدمت اري المره اللي فاتت، ليه ما استخدمهاش المره دي؟ طيب شارك معانا يا استاذ محمد عبد الرحيم، اعتقد عندك معلومات جيده، ليه ما نقدرش نستخدم الاري؟ حضرتك قول لي كده يعني. يعني انا في المره اللي فاتت في اليوزر هنا استخدمت الاري اللي هي في الصفحه دي هنا كده.
إنها من مكتبة الكور، إيه العلاقة يعني؟ إيه العلاقة؟ إيه العلاقة يا أستاذ محمد المغرب؟ مفيش إجابات خلاص. شايفة كتابات بتتكتب بس مش واصلني أي حاجة يعني. يا خبر أبيض، كل ده كتابة. سؤال مرة تانية، صعب المتابعة شوية في آخر الشير. أوكي طيب استاذ شهاب، ليه احنا بنستخدم هاش لينكد هاش ماب هنا؟ ليه استخدمنا الهاش ماب هنا؟ يعني احنا لما جينا رسمنا جوه الديمو هنا رسمناها بالطريقه دي، تمام، حلو الكلام، وجينا هنا قلنا نرسمها مره بس من خلال الماب. طب الماب دي عملناها فين؟ عملناها في اليوزر بين، ماشي. بس هو السؤال ليه استخدمنا الماب؟ عشان اضم الفاليوز للتشيك بوكس الاثنين. يعني ايه؟ لا مش فاهمه يا استاذ محمود. الهاش ماب من او لينكد هاش ماب من عيلة المابس، بياخد ليبل وفاليو، تمام كده، تمام، كي وفاليو بالظبط. ايوه، هل لو استعملنا في هذه الحالة الاري يكون مشكلة؟ انت قول لي بقى يا استاذ محمد. كي اند فاليو، تمام، هو بياخد كي وفاليو، احنا استخدمناها عشان بياخد كي وفاليو، ليبل وفاليو، ماشي الحال. طيب في حالة الاري بقى ينفع نستخدم الاري بدلها ولا ما ينفعش؟ ينفع. هي استاذ رائد بيقول انها محدده الحجم مسبقا، تمام. ايه كمان؟ مش شايفين ان الاري هنا، الاري بتديني استرنجايه واحده، استرنجايه يعني استرنجايه كده، ما بتدينيش فاليو. انتوا مش شايفين كده يعني ولا ايه؟ صح. طيب اللينكد هاش ماب برضو فيها ميزه ان هي الحاجات فيها مرتبه، يعني الحاجات فيها مرتبه اوردر دي يعني، بالاضافه انها سريعه، ماشي. هي من عائله المابس بس هي اكثرهم يعني سريعه. ثاني حاجه بتدينا اوردرد، ثالث حاجه بتدينا كيو فاليو او فاليو و value label، ماشي الحل؟ ماشي يا شباب، اتفقنا ولا لسه؟ ماشي. استاذ محمد عبد الرحيم، وصلت الدنيا ولا لسه؟ واسهل طبعا. استاذ محمد، طب ايه رايكم نعمل مراجعه كده على المابس؟ يعني يكون التاسك اللي عندنا ان احنا نعمل مراجعة على المابس. طيب استاذ محمد عبد الرحيم، معلش لو كان ممكن ترد عليا، انت خلاص كده الدنيا تمام ولا لسه؟ يا ريت. لا انت اللي هتعمله مش انا. يعني حضرتك بكره التاسك اللي عليك كده، بكره يوم السبت لو قاعد فاضي هتعمل مراجعة على المابس، يبقى بلاش، شكرا. احنا برضو اللي يهمنا خلينا برضو محددين اكثر تحديدا، يعني
اللي يهمنا ايه؟ احنا اللي يهمنا التاجات بتاعتنا دي. بمعنى ايه؟ يعني سعادتك رسمتها كده، سعادتك رسمتها كده بالطريقة دي وعرفت تجيب الفاليو، او رسمتها كده بالطريقة دي ما يخصنيش، المهم النتيجة، المهم في الاخر اما اجي اطبع الاقي نتيجة. يعني احنا شايفين ان الحالتين في الحالة دي او في الحالة دي الاتنين بيروح ويجيب لي داتا، صح ولا غلط؟ واصلة لكم؟ انا بقى اللي يهمني استخدام التاج، انا حاليا اللي يهمني في الجافا سيرفر فيسز استخدام التاج، ازاي استخدم التاج بس. فهو بوريك الطريقتين واللي يريحك اعمله. بوريهم لك ليه؟ عشان اما تشوفها في كود بالطريقه دي ما تقولش هو ده شكله ازاي او عامل ايه، بس هو ده الغرض يعني. ماشي يا شباب، معلش الصوره بتتاخر عند لكم، بس انا اعتقد النت عندي كويس يعني، اعتقد الاستاذ محمد بس عندكم كلكم بتتاخر. يا خبر ابيض، شكرا. كان معلش انا ههدي شويه في الشرح لحد ما الدنيا يعني حاول الصوت بريهام. لا شكرا يا بريهام. طيب ننقل على حاجه ثانيه يا شباب، ايه رايكم ننقل على حاجه ثانيه ولا لسه ننقل؟ تمام. شكرا. شكرا شكرا، الف شكر. طيب نشوف الحاجه اللي بعدها، نشوف الفيو فيها ايه، فيها ايه الفيو بقى بالظبط كده. فيها ايه الفيو؟ حد شاف الفيو فيها ايه؟ بسرعه قولوا لي فيها ايه. عربي لسه ما شفتوش. حد شافها؟ مسج بوكس ام هيدن، تمام. دي عبارة عن ايه يا شباب؟ هيدن غير هيدن، يعني دي جافا سكريبت، صح ولا غلط؟ صح تمام. احنا دلوقتي هنتكلم يا استاذ محمد، عشان انت بتحب الجافا بتاعت جافا، هنتكلم على تاج اسمه انبوت هيدن. تمام، لما نضغط عليه زي ما احنا ضغطنا من شويه هيطلع لي جافا سكريبت زي دي. انا الغرض من المثال ايه؟ هو الانبوت هيدن، الغرض من المثال الانبوت هيدن مش الجافا سكريبت. تمام، يبقى عندي تاج اسمه الانبوت هيدن، الفاليو بتاعتها هيجيبها منين؟ من انسر دوت انسر. اس دي اسم ايه؟ الاس دي اسم ايه؟ حد يقول لي الاس بتاعت ايه؟ بسرعه بسرعه. ده خبر لسه ما حدش كتب. بين، تمام بالظبط كده، دي اسم بين اللي هي دي. كتبت فيها سترنجاية اسمها ايام هيدن فاليو وعملت لها جيت بس، ليس الا يعني، وسميتها اس. جيت في الفيو رحت عملت انبوت هيدن، ماشي. الانبوت هيدن ده بيطلع، يطلع لي ايه بقى؟ لما ادوس على الزرار اللي هو اسمه بتن كليك مي سوري، هيجيب لي ميثود اون كليك اسمها برنت هيدن فاليو. الميثود دي اهي جافا سكريبت، ماليش دعوه بالسكريبتايه، يعني انا مش جايبه المثال عشان السكريبتايه، انا جايبه المثال عشان الانبوت هيدن. تمام، وصلت المعلومة؟
يبقى عندي تاج اسمه انهبيت. انهبيت اه تمام. كنت متوقعه ان مش انت اللي هتسال السؤال ده الصراحه. كنت متوقعه ان استاذ محمد بتاع المغرب هو اللي هيسالني السؤال ده بامانه يعني. كنت مجهزه الاجابه يعني. طيب انا قلت الكلام ده، قلت مش بيدعم. تمام، انا قلت مش بيدعم. قلت في جزئيه يعني بيعمل ايه؟ ايه هو اللي بيعمل ايه بالظبط؟ بقول ان الجافا سكريبت مش وصلت. شكرا. طيب الجافا سكريبت يا شباب، جافا سكريبت شغاله افضل في قصه الفاليديشن مع الاستراكس. تمام؟ شغلها مع الجافا سيرفر فيسز في الفاليديشن ضعيف. معايا؟ وصلت كده ولا لا؟ مش بيدعمها خالص يعني، هي شغاله معاه تشتغل معاه بس ما هياش قويه بقوه شغلها مع الاستراتس في قصه الفاليديشن. الصوت بيقطع. يعني ايه ضعيف؟ يعني ايه ضعيف؟ طيب هقول تاني. بنقول ان قصه الفاليديشن، انا شرحت الحته دي في الفاليديشن. لا، ما انت شغال في تي اي داتا، ما مالناش دعوه بيك. مالناش دعوه بيك. طيب معلش اقول الحته دي تاني يا استاذ محمد الرحيم. بقول ان الفاليديشن نقطه مهمه في حياه الاستراتس، هي نقطه قوتها ماشي، وبيدعمها في كده مين؟ الجافا سيرفر فيسز. الفاليديشن بالنسبه للجي اس بي والسيرفلت هي نقطه ضعف ماشي. كنا ساعتها بنحلها بالجافا سكريبت. بالنسبه للفاليديشن جوه الجافا سيرفر فيسز بنقول ان هي بتتعمل كويسه بس مش بنفس قوه الاستراتس ومش بنفس ضعف الجي اس بي والسيرفلت. بالنسبه بقى للجافا سيرفر فيسز الجافا سكريبت مش بتدعمها. فاليديشن معنى الفاليديشن بالعربي انك تشيك على الداتا اللي مدخلها اليوزر. يعني مثلا هو بيدخل لك الاسم ارقام، فانت تقول له لا ده الاسم لازم يكون حروف. معايا استاذ شهاب؟ فاليديشن يقول لك مثلا دخل الايميل صح، دخل الارقام ارقام مش حروف وهكذا. ودي موضوعنا، التأكد من المدخلات. بالظبط كده، ده موضوعنا المرة الجاية إن شاء الله، يعني هنتكلم فيه جامد يعني. طيب أستاذ محمد عبد الرحيم وصلت ولا لأ؟ شفتي حد؟ تمام. ماله بقى؟ تبدله بالجافا؟ جافا نهين؟ جافا سكريبت ولا جافا عادية؟ ممكن تبدلوا، ايه المشكلة يعني؟ طب يعني هقول لك على حاجة. طيب يا أستاذ محمد عبد الرحيم، إيه رأيك تأجل السؤال بعد المحاضرة الجاية؟ موافق ولا مش موافق؟ لا مش قصدي كده، أنا قصدي إن إحنا هناخد الفاليديشن المرة الجاية يعني هتشوف الفاليديشن عامله ازاي هناك. لو ما عجبتكش واضطريت تحتاج للجافا سكريبت يبقى ماشي. موافق؟ مش موضوع براحتي، وانا مش براحتي يعني. يعني انا مش بقول لك كده عشان مش عاوز اجاوب على السؤال، لا انا بقول لك ان المره الجايه هناخد فاليديشن. تمام؟ فالمره الجايه انت تقرر بقى تعمله بايه بالظبط. ماشي؟ على العموم الاجاكس اسرع يعني، الاجكس اسرع. طيب خلينا نكمل. استاذ محمود كان عنده سؤال، كان بيقول لي هي دي بتعمل ايه بالظبط يعني. بيقول لي هي دي بتعمل ايه. وصلت لك ولا لا؟ اللي هي هي دي بتعمل ايه على الـ على الـ على على الصفحه دي؟ ايه الغرض من الصفحه دي؟ حد يقول لي ايه الغرض من زي كده؟ لو حد فهم يعني.
الاثنين يعني ايه الغرض من الهيدن؟ ايه الغرض من الهيدن من الانبوت هيدن؟ ماشي لا والله مختلفة input هي input hidden اسمها كده هي مخفية يعني input hidden مخفية مش هتدخل حاجة هي مش هتدخل حاجة هو اسمه كده يعني اسم التاج كده تمام طب استاذ محمود ما وصلكش اي معلومه من الانبوت هيدن الانبوت هيدن هو تاج موجود في الجافا سيرفر فيسز مجرد بس هو تاج موجود ممكن استخدمه بستخدمه يعني ده استخدام من استخداماته ان انت ممكن تطلع لليوزر جافا سكريبتايه مكتوب عليها كده اي ام هيدن فاليو مثلا بس ملوش يعني فايده عظمى في الحياه يعني تمام دي من التاجات من ضمن التاجات اللي موجودة جوه الجافا سيرفر فيسز احنا الغرض النهاردة ان احنا بنعرض كل التاجات الخاصة بالجافا سيرفر فيسز طيب عاوزين نبص على الهوم بقى نبص على التاجات دي صورة عادية هل ينفع ان انا ادرك صورة من خلال الجافا سيرفر فيسز اه ينفع ده لينك ده لينك اللي فوق ده لينك تمام اللي تحت كليك مي اللي بعده لينك اللي بعده صورة بلينك كل دي تاجات موجودة جوه الجافا سيرفر فيسز انا حبيت اجمعها في صفحة واحدة ماشي الحل بصيتوا عليها بعدها لكم تاني عشان لو الصورة بتتأخر شفتوها؟ شير معلق شفتوها؟ شفت؟ شفتوا صورة الصفحة؟ شفتوها طيب نشوف الشغل معمول ازاي؟ نشوف التاجات بتاعتها معمولة ازاي؟ ايه رأيكم؟ نروح نشوف؟ يا شباب نشوف تمام طيب صفحة الهوم مبدئيا كده شايفين بقى الشغل في جواه عامل ازاي صفحة الهوم في البداية انا عاوز اعمل الصورة فعندي تاج اسمه جرافيك ايمج تمام الفاليو بتاعته بحط فيه اسم الايمج الايمج عند اهي تمام وده العرض والارتفاع بتاعها قد ايه ممكن اغير في العرض والارتفاع زي ما انا عايزه على حسب متطلباتي يعني تمام دي اول تاج عندي جرافيك ايمج ورحت قفلته عشان خلص الكلام فيه يبقى اول سطر ده هو عباره عن الصوره اللي انا حطاها فوق اول سطر هو الصوره دي كده كبرتها اهو أول سطر هو الصورة دي ماشي الحال طيب تاني حاجة على طول عندي اللي هو اللينك ده الديمو عندي ايه لينك ماشي الفاليو بتاعته اسمها ديمو والاوتكم ديمو الفاليو اللي هو الكتابة اللي مكتوبة بره يعني انا ممكن اكتبها ديمو دي الكتابة اللي بره اللي هي على اللينك اهي اللي هي ظاهرة دي اما الاوت كوم يعني هو هيروح لفين راح لصفحة الديمو حلو من غير اي دوت ومن غير اي حاجة ديمو بس كده زي ما بنكتبها جوه الكوماند بتن طيب
تالت واحد وده اللي احنا عارفينه كوماند بتن الفاليو بتاعته يعني مكتوب عليه ايه كليك مي التايب نوعه بتن وبقول له انك التر كوماند بتن هيطلع لي جمله مكتوب عليها كوماند بتن اللي هو ده ماشي طيب عندي اوتبوت لينك ده مختلف عن اللينك اللي فوق اوتبوت لينك اللي هو ده ايه الاختلاف اللي فيه بقى ايه الاختلاف اللي فيه اولا هو بيروح برضو على نفس الصفحه اللي هي ديمو دوت جافا سيرفر فيسز وجواه كتبنا نص كتبنا اوتبوت تكست ديمو اجين فبالتالي ظهر لي بالمنظر ده يعني انا ممكن اعمله بالطريقه دي كده وممكن اعمله بالطريقه دي اللينك اللي عندي اوتبوت لينك تمام بكتبه بفاليو وجواه جوه اللينك يعني ايه جواه شايفين انا واقفه هنا فجواه كاتبه اوتبوت تكست الفاليو بتاعتها ديمو اجين طيب ممكن اعمل برضو نفس الديمو ده الاوتبوت لينك واحط جواه صوره ممكن احط جواه صوره يعني انا ممكن احط جواه تكست وممكن احط جواه صوره زي ما انا عامله كده وقلت له الصوره دي طبعا الصوره جرافيك ايمج وعرضها وارتفاعها قد ايه وهي اساسا الصوره اسمها ايه تمام والفاليو بتاعه الاوتبوت لينك ده هيروح على انهي صفحه يعني الصوره شغاله لكن الصوره اللي فوق مش شغاله ماشي الكلام طيب عندي اوتبوت ستايل شيت واوتبوت سكريبت والاثنين عايزاكوا تاخدوا وتدوروا وتشوفوا الاثنين دول بيعملوا ايه اوكي يعني انتوا هتدوروا وتقولوا لي الاثنين تاج دول ايه وظيفتهم وتبعت لي اللينك شغال يعني تبعته لي شغال وتقول لي ايه وظيفته كتابه يعني في مشاكل يا شباب وعليكم السلام في مشاكل تمام استاذة رحاب ماشي الصورة ممكن تحطها كده عادي زي ما احنا حاطينها يعني انا حطاها هنا اهو وممكن تعمل لها فولدر عادي تحت الويب بيج وصلت يا استاذ رائد بس ساعتها هتكتبوا يعني زي الفايل بتاع السي اس اس ما بتيجي تستخدمه تمام طيب حد عنده مشاكل في التاجات دي حد عنده مشاكل في التاجات دي يا شباب تمام كل الناس تمام لو كل الناس تمام يكتبوا لي واحد شفتوا الاثنين الاخر اثنين دول عليكم دول الواجب هيم وورك تمام طيب هوم اثنين بقى عايزين نشوف اثنين هوم اثنين شفتوا هوم اثنين عامله ازاي شفتوا هوم اثنين عامله ازاي اكتبوا لي واحد لو شفتوها تمام ماشي طيب هوم اثنين بقى يا شباب فيها حاجه جديده النهارده احنا بنتعرف على التاجات فيها تقسيمه كده زي الجدول تمام عايزين نشوف الدنيا دي ماشيه ازاي عندي حاجه تاج اسمه بانل جريد بانل جريد ده بيعمل لي جدول
بيعملي جدول زي اللي انت شايفه ده كده، وده يمكن يهم الاستاذ رائد عشان دايما بيستخدم الجداول. بديله اي دي، بديله عدد الكولمز اللي انا عايزاها، وبديله البوردر والسيلبادنج، طبعا الحاجات دي انتوا عارفينها اللي هي، والسيل سبيسنج، الحاجات اللي هي المسافات وحجم الخط الخاص بالجدول يعني. ماشي. طب انا عاملاهم ليه ثلاثة وهم اتنين؟ هقول لكم دلوقتي انا عاملة ليه ثلاث اعمدة واللي ظاهر لي اتنين بس، في عمود كده مخفي شوية. طيب جينا عملنا ايه بقى؟ جينا عملنا اوت دوت ليبل، ليبل عادية، وكتبنا انتر يوزر نيم اللي هي دي، شايفها؟ دي ليبل، اوت بوت ليبل. تاني تاج عملنا انبوت تكست وسميناه اي دي، ادينا له اي دي سوري، سميناه يوزر نيم، عطينا له سايز وعطينا له ليبل، يعني المفروض ما كناش عطينا له ليبل هنا يعني. ماشي. وقلنا ريكوايرد، وريكوايرد هي بداية الفاليديشن عندي، ريكوايرد هي بداية الفاليديشن عندي للناس اللي عايزة تبدأ في الفاليديشن. ماشي. وقفلت، قفلت الانبوت تكست ولا لسه في حاجة؟ لا لسه في حاجة. عندي في الكور حاجة اسمها فاليديت لينس. فاليديت لينس يعني ايه؟ شيك لي على الطول بتاع الكلمة اللي انت هتكتبها، مش انت، اليوزر اللي هيكتبها. فور لمين بقى؟ فور دي لليوزر نيم، عشان كده انا عطيت اي دي، وعطيت له مينيمم وماكسيمم، يعني اقل حاجة اليوزر يدخلها خمسة، واكتر حاجة يدخلها عشرين، ما ينفعش يدخل لا اقل من كده ولا اكتر من كده. ورحت قفلت التاج. ماشي. لحد كده انا عملت الفاليديشن، بس لحد كده ما ظهرتش عند اليوزر. تظهر امتى بقى؟ لما احط له تاج اسمه اتش مسج. يظهر لمين الاتش مسج؟ فور يوزر نيم، يعني لليوزر نيم ده حط لي المسج. وستايلها ايه؟ الستايل ده جايباه منين؟ كلر ريد. هي بتاخد اتريبيوت اسمه ستايل، وقلت له هتطلع الرساله بريد. ماشي. طيب في حد عنده مشكله؟ وصلت؟ حد عنده مشكله؟ ده انجليزي ده؟ انجليزي ده؟ لا تمام 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 تمام. طب هنبص اهو، شفتوا ايه اللي حصل؟ راح فتح لي ايه بقى؟ الخانة الثالثة، وقال لي على الفاليديشن. طب نحاول ندخل اتنين كده، يقول لي فوق ايه بقى؟ المينيمم خمسة. طب احاول ادخل عشرين مثلا او اكتر من عشرين، مفروض ادخل اكتر من عشرين، يقول لي انت كده عديتي العشرين. ماشي الحل. وصلت يا شباب؟ واصلة؟ عاوز من خمسة لعشرين بالظبط كده. تمام. استاذ رائد وصلت ولا لا؟ لو موجود استاذ رائد، عشان انت دايما بتسألني على الفاليديشن. طيب نيجي للي بعدها. عندي اوتبوت ليبل انتر باسورد وانبوت سيكريت للباسورد، سوري انبوت سيكريت، وادينا له اي دي باسورد، ادينا له سايز وليبل، وقلنا له ريكوايرد ترو وريديسبلاي بترو. ريديسبلاي دي معناها ان هو ما يعيدهوش تاني، يعني ما يكتبهاش تاني، يعني تبقى مكتوبه مره واحده ما تظهرش مره تاني. هنعمل فاليديت لللينس فور باسورد برده بنفس القصه، مينيمم خمسه والماكسيمم عشره، اقل حاجه عشره. وقفلنا التاج، يبقى الفاليديت لينس دي جوه مين؟ جوه التاج بتاع الانبوت سيكريت، والمسج تحتهم على طول. وقلنا المسج هيكون لونها ريد، ممكن نغيرها
لأي لون تاني، مثلا بلاك مثلا يعني. بس عملنا كوماند بطن. طبعا احنا هنودي، مش عاوزة اودي، انا مش غرضي المرة دي ان الداتا تروح لحتة، انا غرضي ان انا اعرض لكم التاجات بس. هنا عملناها باسود اهو، وقلنا له نحاول ندخل 4، يقول لي ايه اقل من 5، لو دخلت له 1 هيوافق، لكن انا عاوز ادخل له اكتر من 5، اكتر من 20 عشان يعترض عليا، او اكتر من 10، هنا يقول لي الماكسيمم عندك 10. جرين ماشي، نخليها المرة الجاية جرين. طيب وصلت الداتا لحد كده، نخش على الجزئية التانية، ندخل على الجزئية التانية. اشتغل اللي عاوز يشتغل بالإكليبس يشتغل، مشكلة هو حر، بس أنا بشتغل بالنت بيز، كل واحد حر، كل واحد يكتب بالقلم اللي يريحه. طيب نبدأ في الجزئية التانية يا شباب. خلاص احنا خلصنا الجزئية دي، عملنا الفورم اللي فوق. طيب عملنا فورم تانية بقى تحت كده اهي، وعملت فيها بانل جريد، مفيش جديد في الحياة، عشان اعمل تيبل، والتيبل ده هحط اوت بوت وان بوت، نفس الكلام اللي قلته المرة اللي فاتت. ايه الجديد بقى؟ حد يقول لي الفورم دي مختلفة عن التانية في ايه؟ هسيبها لكم شوية. ايه اللي ناقص في الفورم دي؟ لا والله، لا فيها جدول، فيها جدول، فيها انا الجريد اهو، اللي هيقولها يبقى شاطر يبقى مركز اهي. الفورم دي ايه اللي ناقص فيها عن اللي فوق؟ لا والله، نو بوردر المسج. برافو عليك استاذ احمد حسن، برافو عليك استاذ احمد حسن، برافو عليك. المسج بالظبط هو اللي ناقص، المسج، وهو انا عامله الفورم دي كلها تاني عشان المسج. فوق كنت كل واحده بروح عامله لها كده تحتها مسج، واقول له فور كذا، اجي التانيه اقول له مسج فور كذا، والستايل بتاعها ايه. جيت تحت بقى عندي في الجافا سيرفر فيس تاج اسمه مسجز، لليله كلها بقى، للفورم كلها، تمام. وقلت له الستايل والكالر بتاعه ريد، نغيره للناس اللي عايزاه جرين، تمام. ممكن يكون جرين بال، ماشي يا شباب. وروح بقى نشوف هي فيها ايه. ايه اللي حصل؟ حط لي المسج فين؟ تحت. قال لي value is required، ده على وراح مدخله، تمام. احنا مش عاملين له مينيمم وماكسيمم، عاملين له مينيمم وماكسيمم. المفروض هو تمام. هي شغالة تمام. وصلت يا شباب؟ وصلت تمام. يبقى عندنا مسج، مسج واحدة لكل واحدة قصادها، وبالتالي ظهرت هنا جنب جنب جنبيها، لكن مسجز هتظهر للفورم كلها وتظهر تحت، ماشي. خلاص في مشاكل؟ مفيش مشاكل الحمد لله. ناخد آخر فورم. طيب استاذ محمد عبد الرحيم بيقول المغرب، احنا المغرب لسه ما عندنا، ما اذنش. طب عادي لو شلت الجزء اللي تحت
يعني ايش شلت تحت يا استاذ شهاب؟ يعني النيم والباسورد اللي تحت، فين النيم والباسورد اللي تحت؟ لا مش فاهمه الجزئيه دي. استاذ احمد بوريكا بيقول تمام شالوا، خلاص اتشالوا. يعني ايه اتشالوا؟ يعني ايه اتشالوا؟ لا لا مش فاهمه، انا دخلت على فورم جديد على فكره. يعني ايه اتشالوا يا استاذ شهاب؟ معلش قول لي استاذ محمد، هو احنا المغرب عندنا ما اذن؟ عندكم كل الشباب المغرب اذن؟ لو عندكم كلكم اذن خلاص ناخد بريك صلاه. انا قدامي بالظبط 5 دقايق لسه ما اذنش. طيب هنكمل قدامنا 10 دقايق بالظبط ونخلص. استاذ محمد، استاذ محمد عبد الرحيم ممكن حضرتك تروح تصلي؟ طيب لو حضرتك عاوز تروح تصلي اوكي ما فيش مشاكل، والجزئيه الاخيره تبقى كملها في الفيديو. طيب الاولى كان فيها 2 انترنيم واند باسورد. لا معلش ما احنا ما انا عاملاها 2 فورم يا استاذ، عامله 2 فورم عشان اوضح لك الفرق. استاذ مين اللي بيسال؟ معلش انا نسيت. استاذ شهاب عامله 2 فورم عشان ابين لك الفرق بين مسجز ومسج. وصلت؟ تمام فهمت قصدي ايه. انا عامله 2 فورم، يعني انا عامله 2 فورم عشان حضرتك تبص عليها. طيب عشان اذان المغرب يا شباب احنا عاوزين ناخد اخر فورم عندنا. اخر فورم هي هوم 3 واحنا عاملينها بالمنظر ده، والفورم دي مش بتعمل اي حاجه في الدنيا، احنا عاوزين بس نبص على التصميم بتاعها. اخر فورم هي رقم 3 وعملنا بانل جريد نفس القصه بوردر والدنيا، عملنا عندنا تاج جديد بس اسمه فاسيلي فاسد فاسد تمام، وهو نظام تقسيم هيدر وفوتر، هنتعرف عليه اكتر المرات الجايه، بس هو المره دي كده بس. الغرض منه ايه؟ ان انا عملت تقسيم للجدول عندي، يعني حطيت الجزئيه دي في حته، الجزئيه دي في حته، والجزئيه دي في حته. وصلت المعلومه ولا لسه؟ بسرعه بس لو وصلت قولولي. تاني عندي تاج اسمه، التاج ده الغرض منه ان انا اقسم التيبل اللي عندي اهو لفوتر وهيدر تمام. حطيت جوه ده اوتبوت لوجن اللي هو هنا، قسمت منطقه 2 3 فوق هيدر وتحت فوتر، وفي النص كتبت الليبل والايه الليبل والاوتبوت بس. هو ده اللي انا الغرض كله من الثلاثة، رقم 3 هو هيدر وفوتر، ازاي اقسم الصفحة عندي. طيب عندي تاج تاني اسمه بانل جروب، عندي تاج تاني اسمه بانل جروب. بانل جروب ده بيعمل ايه بقى؟ بانل جروب بيجمع لي في صف عمود واحد، يعني بيخلي لي الدنيا فاضية كده. بانل جروب هو الغرض منه ان انا احط فيه مثلا كوماند بتن واحد واعمل ستايلنج عليه، يعني بجروب في عمود واحد حاجه معينه وبعمل ستايل عليها. يا رب تكون التاجات وصلت لكم. ده فايدته ايه؟ فايدته هو ايه اللي فايدته ايه؟ ده فوق خالص. طيب وصلت يا شباب؟ استاذ محمد عبد الرحيم وصلت تمام. طيب طبعا انا هبعت لكم الوار، الناس اللي بتسال على الوار اخر مره هقول قصه الوار دي. الوار يا شباب لما بتعملوا وار بيحصل فيه مشكله، لازم قبل ما تعمل الوار بتيجي على البروجكت الاول وتقول له بروبيرتيز ماشي. باكجينج هنا بيبقى كاتب لي الحته دي كده اشيلها وامسحها احذفها. ليه احذفها؟ عشان هو لما بتعمل الوار بيشيل ملفات الجافا من عندك، وبالتالي تيجي تعمل جار سوري وار يظهر الملف من غير ملفات الجافا. فابعت اقول للناس معلش ابعتوا لي ملفات الجافا. تاني لما تيجي تبعت لي وار تقول له بروبرتيز قبل ما تعمل بيلد اند كلين وباكجينج وتشيل الجزئيه دي. هو بيقول لك هتشيل من الوار الجافا، طبعا انا مش هشيل ماشي، فاعمل لها ديليت واقول له اوكي.
بس، وبعدين تعمل كليك للبيلد يبقى عندك الوار تمام مظبوط. وصلت قصة الوار يا أستاذ رائد؟ أستاذ رائد وصلت قصة الوار؟ لو استخدمت الدف أحسن من الجدول؟ طيب ماشي. طيب عاوزين نقول حاجة بس، ماشي يا شباب، قبل ما نختم أنا بكده نهيت كل معظم التاجات. في تاجين أو ثلاثة ما قلناهمش، في حاجة الخاصة بالستايل شيت وبالسكريبت انتوا هتدوروا عليهم، في حاجة خاصة بالبارامتر برضو، في تاج بتديله بارامتر ياريت الناس تبحث عنه وتبعتلي. عاوزة الناس التاسك المرة الجاية تكون على فورم فيها كل التاجات اللي خدناها في الجافا سيرفر فيسز. مش هقبل بفورم اقل من كده، لو سمحتوا مش هقبل بفورم اقل من كده، عشان صلاة المغرب الناس اللي هتروح تصلي. عاوزة فورم كاملة فيها كل التاجات، فورم كاملة يكون فيها الديزاين شكله حلو. الناس اللي مش بتهتم بالديزاين خلاص بقى، احنا ناس كبار يعني، عاوزين فورم كاملة ويتبعت على الايميل، فورم كاملة فيها كل التاجات، يعني تحسسوني كده ان انتوا ناس درستوا جافا سكريبت، سوري جافا سيرفر فيسز. لا عادي براحتك، it's up to you. ما فيش فيس او ياهو؟ ليه هو جيميل ايه المشكلة فيه؟ السؤال سريع اللي هيسأل ارجو ارفقها لكن راجع. هبعت لكم الوار، انا هبعت لكم الوار ان شاء الله بكرة باذن الله. استاذ محمد عبد الرحيم اسأل، انا بسرع عشان قولوا معايا عشان الصلاة. بتاع صفحة التمبلت بتاع ال HTML مالها؟ لا هل فيها مشكلة في التعامل؟ مشكلة يعني؟ لا مش فاهمة يعني ايه المشكلة في التعامل في البيانات، مش فاهمة السؤال. مالها الفورم لوج مالها بقى مثلا؟ معمولة HTML؟ صباح الخير، مال احنا بنشتغل ليه جافا سيرفر فيسز؟ يعني مش فاهمه. يعني مش عارفه يعني حضرتك انا فاهمه الصراحه قصدك. طب انا هبطل الشيرنج، انا خلاص كده كده اعتقد ان مفيش شيرنج احنا محتاجينه صح؟ لا خلاص قول قول قول، انا مش قصدي والله. ماشي ماشي معلش، يمكن انا بس عشان انا بتكلم بسرعة عاوز الحق انا اخلص بس على اساس انتوا الصلاة مش عشان حاجة، وعلى اساس يعني خلاص بدل ما ناخد بريك ونرجع تاني لا الناس تروح تصلي وخلاص يعني. طيب يا شباب في حد عنده اي اسئلة قبل ما نختم؟ ايه هو محمد عبد هتبعت لي السؤال مع الملف الوار؟ تمام اوكي ماشي ماشي الحق ماشي. يا ريت الناس اللي بتعمل شغل تبعت لي الشغل عشان ابص عليه، حتى لو شغال على داتابيز انا هبص على الاكواد مش مشكله. ماشي شكرا يا استاذ عبد، مش عارفه اقرا الاسم عبد الايه، عبد الخاطر دي ولا ايه مش عارفه. طيب عبد الخاطر ماشي. طيب في أسئلة خاصة بالكورس النهاردة يا شباب؟ في حد عنده أي سؤال خاص باللي احنا عرضناه النهاردة؟ بسرعة لو انتوا عندكم أسئلة. تمام طيب النهاردة بنكون كده خلصنا، خدنا انترودكشن في الجافا سيرفر فيسز، خدنا ايه هي المانج دي بي اتعرفنا عليها كويس، اتعرفنا على تاجات الخاصه بالجافا سيرفر فيسز، ويعني بصينا شويه على الفاليديشن يعني خدنا كده لوك بسيط عليها. المره الجايه هنتعمق اكتر في الفاليديشن الخاصه بالجافا سيرفر فيسز. طيب حد شايف الجافا سيرفر فيسز صعبه ولا سهله؟ اللي شايفها سهله يكتب واحد. وعليكم السلام يا استاذ محمد. سهلة صح؟
ليه صعبة وسهلة ليه؟ ربنا يكرمك. سهلة يعني سهلة الحاجات وسهلة الحاجات طبيعي. بص عاوز اقول لك حاجة، استاذ احمد بوريك هو التاجات، عشان تاجات خاصة بالجافا سيرفر فيسز، التاجات دي خاصة بالجافا سيرفر فيسز. بس عاوز اقول لك حاجة، لو ما بعتليش تاسك المرة الجاية هنعمل لك بلوك انت بالذات، لان انت دخلت معانا الكورس اللي فات وما عملتش مشروع. وانا برضو كده. هو حضرتك حضرت استاذ رائد، انت اول مره تشتغل جافا سيرفر فيسز؟ اول مره، بس حاسك يعني ان شاء الله هتعمل حاجه كويسه فيها ان شاء الله. يعني ما قدرتش تكمل يبقى تقدر تعمل معانا تاسكات، اللي مش هيعمل معانا تاسكات يبقى مش هيكمل معانا، احنا متفقين على كده. اه ممكن تشتغل جي يو اي في النت بيز بدل الكود. اه هو محمد المغرب اعتقد شغال على نسخة كده بتعمل له، صح محمد من المغرب صح ولا غلط؟ مش فاكرة اسم النسخة ايه، بتعمل له سهلة يعني، هي كود مش صعبة قوي يعني، الاكواد في كل حتة مش القصة في الكود، المهم ان انت تكون فاهم يعني. محمد من المغرب موجود معانا. النسخة اللي عندك اعتقد ان هي بتعمل جي يو اي صح؟ عاوزين بس الناس تبعت تاسكات، شايفة الناس بدأت تتحمس. ماشي اتفضل. عاوزة الناس باقي الناس تبدأ تتحمس وتعمل، عندنا 4 عملوا تاسكات وده كويس جدا يعني، عندي 2 بعتوا و2 اشتغلوا فده كويس، 4 كويس جدا يعني، نتمنى ان انتوا توصلوا 8. بشكركم وبتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا النهارده، نتقابل ان شاء الله الجمعه الجايه ونكون مجهزين حاجات الفاليديشن. ماشي يا شباب، يلا اشوفكم على خير باذن الله، يلا سلام عليكم.